اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. اولى فقراتنا الحواريه فقره مهمه جدا مع واحد من النجوم الكبار نجوم النادي الاهلي. واحد من نجوم النادي الكبار المهمين قوي اللي الاجيال كلها تفتكرهم. لكن هو ما بيظهرش كتير على الرغم ان هو موجود في اللجنه الفنيه للنادي الاهلي، لكن النهارده هيكون معانا حوار مميز جدا. حوار في مباراه النادي الاهلي وموقف النادي الاهلي والبطوله الافريقيه ومباراه الغد، وحوار تاني كان بيلعب في الاهلي ازاي وجيل مين، وفي كواليس كتير جدا موجوده معاه، واكيد هيبقى في كلام كده من بعيد في اللجنه الفنيه. ضيفنا وضيفكم النهارده الكابتن حمدي ابو راتب. نورنا يا كابتن. انتوا اللي منورين، وسعيد جدا ان انا موجود في بيتي، ويا رب نكون خفاف على المشاهدين النهارده. ما بتظهرش كتير يا كابتن. لا ابدا، انا متواجد بس الشغل طبعا والسفر كتير بيبقى خارج القاهره فبياخد وقت يعني. هنتكلم في كل حاجه لكن اسمح لي نطلع تقرير ونرجع نتواصل. اتفضل. تقرير سريع عن الكابتن حمدي ابو راتب ونرجع نتواصل. حمدي ابو راضي من مواليد منطقة شبرا عام 1961، ضمه إداري الناشئين جمعة سرحان إلى النادي الأهلي بعدما شاهده يلعب مع أصدقائه ليرشحه للاختبار تحت يد الكابتن أنور سلامة الذي أثنى عليه ليقرر ضمه إلى قطاع الناشئين وهو في 17 من عمره. نال حمدي أبو راضي إعجاب الكابتن هاني مصطفى الذي قرر ضمه إلى فريق 19 عام ليتم توظيفه في المركز المحبب له كظهير أيسر، إلا أن الكابتن ربيع ياسين كان مالكا لهذه الجبهة في الفريق الأول، وبالتالي تم تغيير مركز أبو راضي حينما تم تصعيده ليلعب في مركز الظهير الأيمن. وعندما أصيب حسام الزه ابتعد أبو راضي لفترة عن النادي بعد إصابته بشرخ في وجه القدم، ثم عاد مجددا بعد فترة ليجد كل من يقابله في النادي يسأله أين كان طوال هذه الفترة الطويلة، وذلك لأن الكابتن محمود الجهري المدير الفني وقتها كان يرغب في ضمه للفريق الأول بعد تقرير الكابتن فؤاد شعبان لتبدأ رحلته وسط جيل من العظماء محققا 6 بطولات إفريقية و10 بطولات محلية. مع عام 1989 فشلت رحلته الاحترافية إلى فرنسا بسبب بعض الأمور الإدارية التي منعته من الحصول على الاستغناء الخاص به، ليطلب منه المهندس حسن أبو الفتوح رئيس نادي الزمالك الانتقال إلى القلعة البيضاء، ليؤكد له أبو راضي اعتزازه بالعرض، لكنه كلاعب أهلاوي يستحيل أن يقدم على هذه الخطوة لينتقل إلى المقاولون محققا بطولة كأس مصر، ثم انتقل إلى المريخ البورسعيدي ليسدل بعدها الستار على مسيرته التي كانت مميزة للاعب دائما ما كان مخلصا للنادي الأهلي. حمدي أبو راضي ضيف الأهلي الليلة يحدثنا عن كواليس تواجده في جيل العظماء وعن بطولاته وعن رؤيته للكرة في الأهلي والكرة المصرية. زكريا ورا حلوة، جول جول حمدي أبو راضي. لسه بقول لحضراتكم إن حمدي أبو راضي عامل ماتش كويس أوي. أهلا بكم من جديد. يعني التقرير ده بيوضح كده الضيف اللي معايا، بقول لكم هو مختفي كتير ما بيظهرش كتير، لكنه نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم الكره المصريه. كابتن حمدي ابو راضي، نبتدي منين الحكايه؟ اول شيء طبعا عايز اشكرك بصفه شخصيه واشكر فريق الاعداد على التقرير الجميل دوت، لانه رجعنا لايام كنا نتمنى انها تطول وتبقى موجوده. انما طبعا الاستاذ خالد ريبي والاستاذ محمد قلبه، الناس عامله شغل يعني بالحضرتك النهارده شغل كبير، شغل محترم وشغل من تاريخك. يعني احنا ما بنجيبش حاجه، ده هو تاريخك ومشوارك في الملاعب. لا حقيقه دي هي حاجه جميله جدا وانا بسعد بيها، واكيد الناس اللي في جيلي كلهم بيسعدوا بالحاجات دي. يعني لعدم التواصل والظهور ربما يكون بعض الاجيال اللي بتتفرج ما تاخدش بالها كويس من الكابتن حمدي ابو راضي، لكن حاجه زي كده
بترجع للاذهان بريف كده، يعني بيتفرج بيعرف قيمه النجم اللي قاعد ومستضيفينه، القيمه الكبيره طبعا اللي احنا دايما بنقول انت واحد من نجوم النادي الاهلي، فاحنا اللي هنا موجودين ضيوف عند حضرتك. وعايز ابدا من البدايه، وكره قدم وترشح للنادي الاهلي وبتروح النادي الاهلي 17 سنه. هو طبعا احنا يعني معظم الجيل اللي في التوقيت بتاعنا دوت في الثمانينات او السبعينات في لعيبه كتير موهوبه كتير جدا 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 وعلى مستوى عالي، انما ما كانش السعي بالقطره زي الايام اللي احنا موجودين فيها. كانش الاهلي كمان مهتم بالكره بالشكل ده، وانه لما الابن يقول عايز العب كره بقى فيه اهتمام بالاسره كلها ومسانده ودعم. دي كانت مشكلة زمان، احنا لما كنا نلعب كورة كنا في البيت بنقابل مشاكل كبيرة يعني. انا عن نفسي انا لعبت ايه بالصدفة البحتة، لان احنا كنا زمان ايه بنلعب كورة للكورة، بنلعب في الشارع كل الناس في الشارع، والصدفة بتاعتي جابتني ان انا لعبت بلعب مع زمايلي في استاد القاهرة. انت عارف استاد القاهرة كان زمان الملاعب دلوقتي الفرعية دي كانت موجوده في الشارع، ما في من غير سور، ساحات حوالين النادي، ملعب موجود مفتوح. وكان في نادي اسمه الاتحاد العباسيه، ده كان تابع للنادي الاهلي. كان على فكره النادي الاتحاد العباسيه دوت نسبه بتاع 60% من لعيبه النادي الاهلي اللي لعبوا درجه اولى اساسهم وابتدوا فيه، لانه لان هو كان انا مش فاكر اسامي يعني في اسامي كتير فمش قادر اقول يعني اللي نفتكرهم. مش ما ما مش قادر اقول انما عشان ما ننساش حد، ماشي. انما هي نسبه كبيره جدا، لانه النادي كان يعتبر مخزن للنادي الاهلي. كل لاعب موهوب، لانه كان بيلعب دوري، والدوري زمان كان دوري موحد، ما فيه مش زي دلوقتي يعني مناطق فكان اللاعب بيثقل في المكان دوت بس بتاع النادي الاهلي، هو نادي الاتحاد العباسيه دوت كان النادي الاهلي. فانا اتصادفت ان انا كنت بلعب مع زمايلي برضو كمجموعه كده مع نادي الاتحاد العباسيه، وكان الكابتن جمعه الله يرحمه طبعا كان موجود، هو الاداري بتاع قطاع الناشئين كله، فشافني فعرض عليا وقال لي ممكن تيجي النادي النادي الاهلي، كابتن انور يشوفك. فرحت يعني رحت، بس في يعني حاجات مهمه فرقت معايا، يمكن انا هيأت نفسي وضبت نفسي، هتروح للكابتن انور السلامه بقى، وشيكت نفسي يعني ما رحتش ما اهملتش. ما هو اللعيب اللي بيهتم بنفسه بيقدر يلفت نظر المدرب او يقدر يبقى عنده ثقه في نفسه. ففعلا رحت والكابتن انور السلامه شافني، يمكن من اول خمس دقائق اول عشر دقائق تعالى انت موجود معانا خلاص يا عم جمعه يتقايل. بس هو كان فاكرني ما عندكش الرهبه بقى، يعني انت ما عندكش الرهبه خمس عشر دقائق، يعني انت نازل ثقتك في نفسك، انت موجود في النادي الاهلي مع اشبال النادي الاهلي، بس انت عندك ثقه كبيره في نفسك. دي حقيقه، دي حقيقه، يعني ما فيش رهبه، لان مش انا لوحدي كنت وقتها، لعيبه مصر كلها كان عندها ثقه في نفسها، لان ما كان بيمارس الكوره الا اللعيب الموهوب. ما كانش في صناعه للكوره، اللعيب الموهوب بس هو اللي كان بيلعب كوره. فكابتن انور طبعا كان اعجب بيا، بس للاسف كان افتكرني ان انا فرقه 17 سنه، انا كان عندي 17 سنه بس زمان كان ايه الشهور كان بتفرق الايام، شهر 8 وشهر 9 بالظبط، فانا كنت كبير 10 ايام بالظبط، شهر 7 عن التيم بتاعه. وكان الكابتن هاني مصطفى هو اللي ماسك فريق 19 سنه، بس كان في دوره تدريبيه في البرازيل. فكابتن انور أيدني في الفرقة، وكابتن هاني لما جه اللعيب ده كويس، وابتدت المسيرة بتاعتي في قطاع الناشئين في النادي ده. المسيرة بتاعتك بدأت وفي التوقيت ده، هل كان معاك لعيبة في قطاعات الناشئين بقت موجودة معاك في الفريق الأول، ولا كنت شايف المستقبل بتاعك إزاي؟ أنت خلاص بقيت لعيب في النادي الأول، كنت شايف إزاي هتلعب في الفريق الأول والأسماء اللي كانت موجودة في الوقت ده نجوم كبار جدا. هو برضه يعني انا عن نفسي محظوظ والجيل بتاعي محظوظ، لان كان كل قطاع الناشئين في النادي الاهلي موجود في مكان واحد في ملعب النادي الاهلي في الجزيره، كلنا بنتمرن
في يوم واحد وكله شايف بعضه، الفرقة دي بتخلص الفرقة اللي بعدها، فكان بيدينا الميزة ان اللعيبة كلها عارفة بعض، بنلقي الضوء على بعض. لعيبة يعني معظم اللعيبة اللي لعبت درجة أولى في أوائل التمرينات ممكن أو 79 كلهم من الجيل بتاعي، يعني علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، كردي الله يرحمه، محمود صالح، أسامة عرابي، أسامة عباس، كان جي علينا حمادة صدقي من المنيا، كان جي أيمن شوقي، يعني جيل معظمه لعب، ضياء السيد برضو، شوبير كان موجود، وفي لعيبه كتير يعني ما حصلهاش نصيب ان هي تلعب في الدرجه الاولى، لعبت في انديه مصر كلها وكلهم كانوا نجوم يعني. اكيد لعيبه مميزه، ولكن يعني قصه وجودك في الفريق الاول واستمرارك ولعبك في النادي الاهلي من التقرير ومن المعلومات اللي عندي يعني فيها كده من الطرائف وفيها من العجائب والقدر انك تكمل لعيب في النادي الاهلي. دي حقيقة، وأنا دايما بقولها دايما، لعيب الكورة الفرصة والتوفيق والحظ بيجي له مرة واحدة في حياته، سواء في البداية أو في النهاية أو في وسط المسيرة بتاعته. فأنا من الناس اللي جات لي في البداية، يعني أنا كنت خلصت مرحلة الناشئين 19 سنة، 21 وبعد كده 21، إنما كانت في ميزة جميلة وحاجة جميلة كانت بتتعمل زمان دايما في الفريق الاول، فريق الامل اللي هو ال 21 سنه دوت، هو ده دايما العين عليه موجود. فكان الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان كان متواجد ايام هيدوكوتي وايام كالوتشاي، فكان دايما شايف الفرقه اللي قدامه، شايف اللعيبه وشايف دوت. فكان من وقت للتاني بياخد حمدي وبياخد اسامه وبياخد ضيا، كنا بنطلع للتمرين ممكن مع الفريق الاول، مع الفريق الاول وممكن نقعد في التمرين احتياطي في التقسيمه احتياطي بدون تذمر، احنا مجرد ان احنا بس ايه بنقعد. كابتن خطيب كان موجود، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، النجوم دي كلها موجوده، فكنا احنا بنتمنى ان احنا نقعد بس نقعد في التمرين، مفيش تذمر انما في اجتهاد. كان برضو اسبوعيا بيتعمل مباراه وديه في الفريق الاول للمجموعه اللي ما لعبتش في ماتش الدوري، فكانوا بيستعينوا بمجموعه من ال 21 سنه عشان تقعد احتياطي بتكمل او واحد يلعب، فكان ده الحاجات دي التهيئه نفسيه للعيب ان هو للدرجه الاولى. في طبعا ناس كانت التخطي دي، كان طاهر ابو زيد من بدري يعني طلع في الفريق الاول ولعيب اساسي، وعلاء ميهوب، فاحنا كنا من 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 الحاجات دي فرقت معانا طبعا كتير، ومع التقرير الكابتن فؤاد شعبان كان بيكمل دي. بس هنروح بسرعه لاهلي الشيخ زايد نشوف تقديمه الحفله ونرجع نتواصل. عمر ربيع ياسين معاك الميكروفون. مساء الخير على كل اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، مبسوط ان انا موجود مع حضراتكم. انا اسمي عمر ربيع، يعني ابن من ابناء النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، فخور ان انا موجود وسط اعضاء نادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ان شاء الله يكون الحفله تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء نادي الاهلي فرع الشيخ زايد. طبعا شركه برزنتيشن يعني بمرور او احتفال بمرور 25 سنه على فرع نادي الاهلي مدينه نصر، فقررت ان هي تحتفل بالفرع وأقامت حفلة. فبالتالي يعني شركة برزنتيشن قالت لا، لازم لكل فرع يكون في حفلة علشان ما نتعبش الأعضاء. فرع الشيخ زايد ما يروحوش مدينة نصر، فرع الجزيرة ما يروحش مدينة نصر. وبالتالي طبعا بنشكر الأستاذ محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن على المجهود اللي عملوه في خلال الثلاث أيام. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة على أعلى مستوى. كمان الواحد وهو موجود في النادي الأهلي هنا فرع الشيخ زايد يعني حاسس يعني بفخر كبير جدا. النادي الاهلي يعني منشاته على اعلى مستوى، دايما الاهلي في اي حته وفي اي مكان بيكون رقم واحد. شايفين بسم الله ما شاء الله الخدمات اللي موجوده والانشاءات اللي موجوده والانشاءات اللي هتكون كمان موجوده ان شاء الله الفتره اللي جايه. نشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره، كل القائمين على العمل، وان شاء الله اكيد زي ما حضراتكم عارفين الفتره اللي جايه هيكون في خطه
في الانشاءات، وان شاء الله يكون في طفره كبيره جدا وقويه جدا في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. طبعا احنا يعني متعودين زي ما قلت لحضراتكم الاهلي يبقى رقم واحد، فوجودي مع حضراتكم النهارده هو شرف ليا. النادي الاهلي هو ليه فضل علينا كلنا، عليا وعلى اي حد بينتمي الى النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم عارفين ان اي حد اسمه بيبقى موجود جنب النادي الاهلي فهو فخر وشرف كبير جدا. طبعا يعني هنا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد اللي هو سياده اللواء محمود الفيشاوي والشغل اللي موجود وكل الادارات اللي موجوده، الاداره التنفيذيه، اداره الخدمات، اداره الامن، النشاط الرياضي، كلهم قائمين على راحه حضراتكم وعلى تقديم خدمه تليق باعضاء النادي الاهلي. الواحد بصراحه هو موجود يعني حاسس ان يعني مبسوط. الواحد يعني يمكن انا موجود جنب حضراتكم هنا وموجود ساكن في الشيخ زايد، النادي الاهلي يمكن جنبي، فلما الواحد بيكون موجود بيحس ان لا الحاجه فعلا تستاهل، او النادي الاهلي فرع الشيخ زايد يستاهل كل الكلام اللي بيتقال عليه. والمرحله الاولى بس يعني كل ده اللي حضراتكم شايفينه ده لسه في شغل كتير جدا جدا، ان شاء الله هيكون في المزيد والمزيد من النجاحات اللي جايه في الفتره اللي جايه. لكن يعني مش هطول عليكم، لكن ان شاء الله تستمتعوا بالحفله اللي شركه برزنتيشن يعني مقدماها لينا هنا. وزي ما قلت لحضراتكم ثلاث حفلات في الثلاث فروع، مدينه نصر والجزيره، وختاما في فرع الشيخ زايد. ان شاء الله تكون حفله يكون ختام كويس للويك اند، وبكره ان شاء الله نستعد للمدارس. ان شاء الله حفله تكون تليق باسم النادي الاهلي وفرع الشيخ زايد وعضاء. بشكركم شكرا جزيلا. اهلا بكم من جديد. نتمنى طبعا لاعضاء النادي الاهلي في مقرات النادي الاهلي 3 طبعا الاحتفال باليوبيل الفضي لنادي اهلي مدينه نصر. طبعا 3 احتفالات، الاحتفاليه الاولى بمدينه نصر واحتفاليه الجزيره بالامس، ثم النهارده احتفاليه الشيخ زايد. يعني كل الاعضاء طبعا بتحتفل بشكل مميز جدا، احتفاليات رائعه جدا اكيد. يعني بدون القاب كده الاستاذ محمد كامل كده يعني كان محضر حاجات كتير، وعايز اقول لكم لسه في مفاجات كتيره جدا مع النادي الاهلي. لكن يبدو ان الايام المقبله ايام سعيده، وحط تحتها خط سعيده جدا. ارجع تاني معاك كابتن حمدي والحديث عن القدر، وقلت لي تحديدا ان كل واحد بيجي له الحظ مرة، ممكن يجي لك في الأول في الآخر، لكن أنا الحظ ابتسم لي بدري من خلال الكابتن فؤاد شعبان لما كان بيبص على فريق الأمل. بالظبط، هكمل كلامي طبعا. في التوقيت اللي احنا خلصنا الدوري بتاع 21 سنة، كان دوري يعتبر دوري جمهورية لأنه هو كان مقتصر على الفرق الممتاز بس. فكان حصلت لي إصابة في دورة التصفية، والاصابه الوحيده اللي جات لي في حياتي يعني. انا لما لعبت درجه اولى الحمد لله يعني ما كانش في اصابه، هي دي الاصابه الوحيده اللي جات لي في حياتي. وكان الدوري انتهى خلاص، وخلاص يعني مرحله ال 21 سنه يا هتطلع الدرجه الاولى يا هتروح نادي تاني. انا كان يعني بالنسبه لي ما عنديش رؤيه ان انا اروح العب كره تاني. يعني انا خلصت في النادي الاهلي خلاص، انا لعبت وشبعت، والاصابه بقى جت وقعدت في البيت. فبالصدفه كده لينا مستحقات البطوله بتاع اللي احنا خدناها في ال 21 سنه، يا ابني تعالى خد المستحقات بتاعتك. فقلت لهم حاضر، فروحت النادي فلقيت اللعيبه طبعا فرقه ال 21 سنه كلها تقريبا موجوده، كله دايما بيبقى موجود مستني مين اللي هيتأيد، مين اللي هيصعد للدرجه الاولى. فلقيت اللعيبه انت فين يا ابني، انت مختفي ليه، احنا بندور عليك. لا كان في تليفونات طبعا، لا في البيت ولا موبايلات يعني. الكابتن جوهري عايزك، في الكابتن جوهري وكان الكابتن زيزو مدير كوره وقتها. دخلت الكابتن جوهري ما كانش يعرفني، فقلت له انا حمدي ابو رادي. قال لي هو انت حمدي ابو رادي، انت فين؟ انت فين؟ قلت له موجود في البيت. وقال لي الاصابه عامله ايه رجليك؟ قلت له يعني الحمد لله سليمه، خفت يعني كانت. فقال لي انت معانا موجود فتره الاعداد، وكنا فتره الاعداد هتبتدي حوالي 10 ايام، بعد كده هنسافر المانيا. فقلت له حاضر يا كابتن. فخرجت
في اللعيبه كابتن جوري كان عايزك ايه في ايه؟ قلت لهم كذا كذا كذا، قال لي يعني فكل بتهريج طبعا. هو انت اللي مش في دماغك وانت قاعد في البيت ولا همك ولا بتاع، انت الوحيد اللي تتأيد وتطلع الدرجه الاولى. فدي كانت البدايه بتاعتي موجوده. ويمكن الكابتن زيزو من وقت للتاني اما بقعد انا وهو بنفتكر البدايه وازاي كان هو والكابتن جوهري حكموا على حمد ابو راتي. واضح يا كابتن، واضح جدا في شخصيتك وفي هدوءك اللي انا شايفه وفي سردك للاحداث. انت ما كنتش حاسبها يعني، لما رحت لعبت في النادي الاهلي رحت شيك منسق للناشئين من اول 10 دقائق بتقدم كورتك، تعال انت معانا خلاص انا لعيب في النادي الاهلي، كملت لعبت 21 بقى تطلع تقعد في الفريق الاول، اصابه خلاص قعدت في البيت، لا بتلح ولا بتروح ولا بتيجي، شايف ان انت ثقتك في مبادئك كبيره جدا، شايف ان في تعزز وتعفف انك تسال حتى انا مصيري ايه، عندك قناعه انك خلاص لو وقفت لغايه هنا انت شبعت كوره وانت لسه في بدايه حياتك. ليه النمط بهذا الشكل في بدايه حياتك؟ وهل اتغير بعد كده؟ لا همشي معاك واحده واحده، لكن ليه النمط تحديدا في هذا التوقيت بهذا الشكل وبهذا الهدوء اللي لسه موجود على وشك حتى هذه اللحظه؟ يعني هقول هو يعني طبيعه من عند ربنا، الواحد دايما بيبقى هادي يعني ما فيش تسرع، دم حامي، بس الدم حامي بيني وبين نفسي، ان انا بفكر في اكتر من موضوع، في اكتر من فكره ازاي تيجي، انما برضو في الاخر عندي قناعه ان لو ربنا عايزها هتيجي هتيجي تمام، فما فيش الحاح عليها. ف زي المثل اللي بيقول لك الحاجه اللي انت مش عايزها بتجيلك، الحاجه اللي بتلح عليها ما بتجيلكش تمام. فهي دي يمكن وبقت يعني طبيعه موجوده فيا، مش ما يعني ما اكتسبتهاش او جبتها من هنا او من هنا، فلحد دلوقتي يمكن انا ماشي بيها يعني. ماشي بيها والحمد لله، اللي بتتمناه ربنا بيحققه لك. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. البدايه بقى جلسه مع الكابتن محمود الجوهري، هتطلع معانا المانيا. التيم كان مين وقتها؟ التيم يا رب بس ايه ما انساش حد يعني، هو دول الاسامي اللي اقولها جهابزه في الكوره كلهم تمام. يعني من البدايه كده من حراسه المرمى كابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه، كابتن اكرامي، شوبير، الخط الظهر كابتن مصطفى يونس كان موجود، يعني انا لعبت جنب كابتن مصطفى يونس، لحقته لعبت، وماهر همام، ربيع ياسين، محمود صالح، حسام البدري، مختار، رمضان السيد، محمد عامر، زكريا ناصف، انا بقول الكبار انما ما بقولش اللي في سر اللي في سني يعني. وكان انت بقى رايح تلعب مع دول يعني، انت خلاص بقيت جنب دول ولعيب معاهم، وده حمل تقيل قوي. الاسماء دي يعني في التوقيت ده انت كنت بتبص لها ازاي؟ لا ما هو هي في ميزه يعني، النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني، ويمكن ده سبب من الاسباب ان انا بعد ما مشيت من النادي الاهلي وكان اتجاهي رايح فرنسا كنتش بعت كوره، فالوقت السنتين اللي انا لعبتهم بعد النادي الاهلي وانا شبعان كوره. الميزه اللي كانت موجوده ان اي ناشئ كان بيطلع ما فيش حد كبير وصغير، كبير وصغير ده في الاحترام، احنا الكبير بيحترم طبعاً. الصغير والصغير طبعاً. بيحترم الكبير، انما ما حدش بيقلل من موهبتك ومن قدرتك، بالعكس مقامات محفوظه، لكن الموهبه كل على القدر، بنتعامل بموهبتنا وكله بيساعد، الكبير بيساعد الصغير، كابتن خطيب يعني، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مختار، بيحتضن اللعيب الناشئ اللي لسه طالع، ويبقى بيبقى محتاج توجيه في الملعب، في التمرين، في المباريات. كابتن مصطفى يونس يعني، كابتن مصطفى يونس انا فاكر اول ماتش يمكن لعبته كان الاسماعيلي في اسماعيليه، كابتن مصطفى يونس كان بيلعب وهو الوحيد كان بيوجهني، يعني لما هو خايف على مصلحتي، مش هو كابتن الفرقه يعني او في سيطره، خايف على مصلحته، عايز اظهر بالمظهر الكويس، فكان التوجيه ده مهم جدا معايا ومع غيري، فهي دي الميزه. فاللعيب الصغير كان بيطلع
بيلاقي مكانه. وكان برضو من حظنا الكويس الله يرحمه كابتن جوهري كان موجود ان احنا طلعنا على ايديه، لان احنا ما طلعناش من ال 21 سنه ولعبنا في معترك، لا احنا قعدنا موسم كامل بنتمرن مع الفرقه ورا الجون حديد اعداد واخد الانطباع وواخد نفس الفرقه وشايف الاداء قدامك بالظبط داخل بشكل خد تمهيد. فكان الوقت التوقيت اللي الكابتن جوهري كمان بيختاره للعيب مجرد ما حمدي لعب بيبقى اساسي ما بتشالش تاني. فدي كان من برضو من حظنا الكويس. فاحنا انا بقول لعبت على الكابتن حسام بدري، لعبت مع الكابتن حسام وبعد ما بطل انا لا الكابتن حسام ما قعدش مش حمدي اللي قعده، كابتن انا لعبت جنبه معاه وكان ساعات انا بلعب سيرد باك او باك رايت وهو ساعات بيلعب سيرد باك او باك رايت، وانا في الاساس يعني اول تعتبر تاني مباراه لي كنت بلعب باك ليفت لان انا طالع بلعب باك ليفت. ممكن برضو المباراه اللي انا لعبتها ويمكن كانوا في التقرير جايبينها كان مباراه الترسانه كنت بلعب باك ليفت، كابتن جوهري وكابتن زيزو فجايبين الكاميرا عليهم وهم بيضحكوا. المباراه دي انتهت 4-0، انا جبت الجون الرابع من نص الملعب كان احمد ناجي الحارس بتاع الترسانه. فالناس بتسال كابتن جوهري وكابتن زيزو بيضحكوا ليه يعني، ما هي العمليه مش عمليه تريقة، هم الموقف لان المباراه دي كابتن احمد ماهر كان موجود الله يرحمه مساعد للكابتن جوهري تمام، وكابتن جوهري من الناس اللي بتشور فبيقول له قبل المباراه ايه رايك ان لاعب حمدي الماتش اللي جاي دوت، فكابتن احمد ماهر يعني من نوعيه ما يحبش يتحمل المسؤوليه فقال له لا حمدي ما ادلوش رد قاطع ما يبقاش رد لا هو يبيع نفسه على المسؤوليه فقال له لا حمدي لا ده صغير ممكن يبوظ الدنيا ويهدل لنا الدنيا والترسانه كان طبعا شوكيش فالكابتن جوهري مجرد انه بياخد الراي والحوار دوت الكابتن زيزو عارفه. فطبعا لما جبت الجول وكنت بلعب باك ليفت كويس فجات الكاميرا لهم هم بيضحكوا وبيبصوا لكابتن جوهري قال الكابتن احمد ماهر يعني انا أو الصغير أو فيعني كانت من الناس اللي اعتبر نفسي من الناس المحظوظه ان انا بدايتي مع الكابتن جوهري والكابتن زيزو يعني. سفر طالع المانيا معسكر الفريق الاول دي كانت يعني اول سفريه ولا سافرت مع الاهلي بره مصر قبل كده؟ لا دي كانت اول سفريه ليا بره مصر. ليها طبعا هيبتها. طبعا ليها هيبتها. فاكر حضرت لها ازاي؟ سافرت ازاي؟ حضرت هدومك ازاي؟ لا بص هو يعني ايه الخضه طبعا اول مره تسافر دي اللي انا عايز اسمعها منك ليه؟ لان من اول ما قعدت وانت بتتكلم رحت النادي الاهلي طلعت في الاول مش شايف لك خضه، انا عايز اشوف فين الخضه؟ هنا اول لفظ طلعه الخضه وكان في رهبه شويه للسفر رايح المانيا مع النادي الاهلي. الخضه ان اولا مسافر راكب طياره لان انت راكب طياره مش راكب اتوبيس او راكب قطر يعني. دي الخضة الأولانية. طبعا دي فترة إعداد لازم أكون أظهر بمظهر كويس طبعا لأن كان في بعض اللاعبين يعني قعدوا في مصر ما سافروش فترة الإعداد معانا ألمانيا، إنما هم على القوة قوة الفريق الأول ممكن يتأيدوا ممكن حمدي أخفق بالظبط فيبقى فلان الفلاني يبقى بدل حمدي. فهي دي كانت الخضه. هي الكره طول عمرها كده فرصه طبعا طبعا هي دي يمكن الخضه انما مش الخضه ان انا ده الاختبار الكبير يعني بالظبط كده. فالحمد لله يعني اديت فتره اعداد كويسه ويمكن الكابتن زيزو من فتره كده قاعد بدردش معانا وهو فسرد الحكايه دي وقال لي انت فاكر وكان في حد قاعد موجود معانا يعني فبيحكي على موضوع المانيا بيقول له على حمدي وشخصيته كان في فتره الاعداد كان بيجي هدايا للكابتن زيزو ف
فحاجات كريستال. المهم يعني جمع الحاجات دي وقال لك نعمل مسابقة فان كده على ضربات الجزاء. ثلاث حراس بقى، كابتن إكرامي وكابتن ثابت وشوبير، ومسابقة على ضربات الجزاء. فلقاني وأنا بشوط ضربة الجزاء على ثابت أو إكرامي بدون عصبية وبدون قلق وبدون خوف، ويمكن طلعت التاني فيها. كان كابتن الخطيب أفتكر يعني طلع رقم واحد وأنا طلعت التاني. فحتى بيقول لي احنا حكمنا على شخصيتك من ضربات الجزاء وانت داخل بهدوء وبتحطها ده بترمي ده هنا وبتحطها هنا وبهدوء بدون عصبية وبدون فرحة وبدون بتاع، فدي حكمنا عليك فيها على شخصيتك اللي بنينا عليها ان انت لعيب تقيد في الفريق الاول. دي كان الاعتماد وكانت النقطة. اقف عند النقطة دي واروح لتليفون وهرجع اكمل مع حضرتك، لكن خلينا نرحب بالكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لشباب الاهلي ومباراته النهارده مع الجونه وكلام كتير جدا. لكن اولا برحب بيك كابتن عادل، تحياتي وتحيات الكابتن حمدي ابو راضي. حبيبي يا ابو وحشني، صوت وحشنا كابتن، ريت الصوت يا جماعه كابتن حمدي مش سامع. وحشنا كابتن ومنور، وطبعا يعني وجودك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اضافه كبيره جدا وفي ثمار الفتره اللي جايه كتيره، لكن مباراه النهارده مختلفه ومعاك نجوم كبار من الفريق الاول. شوف يا كابتن ايهاب، انا اقول لك حاجه مهمه. اولا كابتن حمدي سمع ولا لسه؟ كده كابتن حمدي معاك، سمع وبيرحب بيك. سامع عشان امس عليه حبيبي كابتن حمدي. ازيك يا نجم يا كبير؟ والله كابتن حمدي كان من افضل الدكاتره اللي شفتهم. بص على صغر الحجم بجد، يعني كان الجسم مش طويل ولكن كان كل حاجه فيه كويسه. اول كان من اجمد الناس تكنيك الشوط في كان في مصر ده، كان هو كابتن خالد عبد الله، رغم ان ما كانش بيتعزمه في الكوره ولكن الاثنين كانوا بيشوطوا جامد. دي حقيقه يعني. ارجع بقى اتفضل يا كابتن. بص يا عارف الموضوع ان احنا هدفنا الاول مش البطوله، وهدفنا الاول مش المباريات للمباريات فقط، هدفنا ان احنا البطوله الحقيقيه ان احنا نطلع للنادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، نساعد الفريق الاول في تجهيز اللاعبين اللي متواجدين في الفريق الاول. فانا في الوقت الفريق الاول بيطلب مني ان انا ينزل لعيبه في اي وقت، يعني انا امبارح اللعيبه نزلوا لي امبارح، لكن في اي وقت نادي الفريق الاول النادي الاهلي يحتاج انه يجهز لاعب، يعني نزلوا لي اجهزوا له، علشان محتاجين احنا في النادي الاهلي الايام الجايه. عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخدها، عندنا البطوله العربيه هنشتغل فيها، عندنا السوبر المصري السعودي، عندنا مباريات مؤجله في الدوري كتيره قوي، فيجب ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. فانا بقول بتجهيز بعض اللاعبين اللي هم الجهاز الفريق الاول بيعوزه، لان انا شغال للفريق الاول وليس للفريق بس. طبعا كم لعيب يا كابتن معاك في هذه المباراه من الفريق الاول؟ انا نزل معايا ثلاثه، حمد ياسر رينا، حمد ياسر نزل مؤمن زكريا، تمام، ومش عارف احمد الشيخ ومحمد الشريف، دلي سردار، ودلي احمد ياسر، تمام. والحاجه الثانيه هو كابتن طبعا باتريس كارترون اشاد في المؤتمر الصحفي وقال ان انا كنت بتكلم مع مؤمن امبارح وهو اللي طلب يكون موجود ويتجهز النهائي الافريقي، فدي حاجه طبعا كويسه. وطبعا في نفس الوقت حضرتك بتقول احنا يعني اهداف كتيره قدامنا وهدف البطوله برضو موجود في الاعتبار عشان الناس ما تفتهمش الكلام غلط، ولكن في اهداف اخرى كتيره جدا بنحققها. فاكيد مشاركه اللعيبه الكبار معاك في فريق الشباب حاجه مميزه جدا عشان يكونوا جاهزين للنهائي الافريقي. هدف من قطاع الناشئين كل أندية العالم. الصوت طبعا مش واضح.
هو اكيد هيكون معانا تاني. هو المباراه انتهت كام؟ 1-0. 1-0. انا لو جاي تاني عايز لا لا اتكلم معاه طبعا، لان اتفرجت عليه شويه قبل ما انزل. يا ضرب الجزاء جابها الكابتن مؤمن انا لا شفت ده، لا ده انا اقول له على حاجه تانية. طيب ارجع تاني كابتن عادل. بص يا هاب اقول لك حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. تمام. قطاع التشكيل في العالم الهدف الاول ان يوفر المال ويوفر اللاعبين للفريق الاول. تمام. رقم اثنين، احنا النادي الاهلي وان واي يحتاج نكسب بطولات. لازم نعود لاعبتنا على البطولات، ولكن الهدف الاسمى ان انا اشتغل للفريق الاول، انا الاول في الدوري. انا الجمله دي بس كان نفسي اسمعها عشان البعض ما يفتكرش كلمه حضرتك في البدايه دي، يعني حضرتك فهمتني. لا انا فاهم، ولكن بص اقول لك حاجه. اتفضل. احنا عاملين مشروع، وده بسياده الكابتن القطيب هو اللي فكر في الفكره واداني المهمه دي، ان احنا عاوزين نساعد لاعبين للفريق الاول، وده الهدف الاسمى لينا. تمام. انت فاهم؟ الهدف الثاني الاستثنائي ان احنا كمان نجهز لاعبين الفريق الاول اللي هم ممكن يكونوا بعاد عن اللعب في الحته في الاصابه، حته ان هم يكونوا انتحار فنيه مثلا، الخارج عايز يديهم وقت اكثر، يديهم مساحه اكثر للعب عشان يجهزين لاي وقت. انا كنت بكلمك ان احنا مش بنشتغل لفرقتنا بس، احنا بنشتغل للفريق الاول، رغم ان انا عندي 5 لاعبين طلعوا الفتره اللي فاتت للفريق الاول ولعبوا مباريات وديه مع الفريق الاول، و5 قبلهم طلعوا، يعني فرقتي جاهزه لاي وقت تفوت اي مباراه في الدوري، اي لاعب تمام الوقت الحالي ممكن يطلع وهيأدي، وهيأدي زي اللعيبه اللي فوق متواجدين فوق بالضبط، يعني ان شاء الله. يعني احنا الهدف في شغالين، انا كنت بقول لك ان احنا حاجه جميله قوي ان النادي الاهلي يسعى ان هو يعمل جيل اخر ويعمل فرقه اخرى، ودي كانت الفكره الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيها وقال ان احنا عندنا كنز كبير قوي في النادي الاهلي، وهو كنز الناشئين، مش فرقه ال 97 بس، لكن كل القطاع بالذات الكابتن فتحي المفروض كله بيدعم النادي الاهلي وكله شغالين للفكره دي بس. يعني القطاع مختلف وشايفين في اداء كويس، واكيد حته نزول اللعيبه دي بتبقى بالتنسيق بين حضرتك وبين الجهاز الفني للفريق الاول. لكن كابتن حمدي ابو راضي عايز يتكلم مع حضرتك. اتفضل يا كابتن. اتفضل. كابتن عادل ازيك الاول؟ اهلا كابتن حمدي. انا ببارك لك النهارده على الفوز النهارده. انا اتفرجت على الشوط الاولاني وشويه من الشوط الثاني، بس انا عايز تاكيدا لكلامك ان انت فعلا في مشروع وفي هدف انت شغال فيه واحنا شغالين فيه، وان شاء الله ربنا يوفقنا. بالنسبه لنقطه تجهيز اللاعبين، انت عملت حاجه النهارده رائعه رائعه رائعه. ضربه الجزاء الاولى اللي جت ومؤمن بيشوطها، وعلى فكره وهو بيشوط انا قلت انها الكره دي هتتصد، وضع طبيعي واتصدت فعلا. جت ضربه جزاء بعدها ثانيه، لقيتك قلت مؤمن اللي هيشوط. دي 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 عايز اقول لك حاجه، اصل دي مش اي مدرب يقدر يفكر فيها. في مدرب بيفكر في 3 بونت، ما بيفكرش في حته التجهيز للفريق الاول. انت بتشتغل للنادي، ما بتشتغلش لنفسك، فانا بحييك عليها وانا مبسوط جدا جدا. ويمكن كنت بتمنى اعمل حساب ان انا هكلمك في التليفون بالليل لما اخلص، انما ربنا عشان دايما بيحبني يعني فجابك على التليفون معايا. الله يخليك، الف مبروك. بص يا كابتن حمدي، كلامك مظبوط طبعا، لان في حاجه مهمه لازم احنا بنفكر فيها في الوقت الحالي. انت عارف ان ارقام اللاعبين واثمان اللاعبين بقى مبالغ فيها في مصر، وبقى تمالغ فيها في العالم كله. فعلا. فاحنا في الوقت الحالي لازم نجهز لاعبين كان موجودين عندنا، لاعبين في القطاع، وانا بقول في القطاع كله، لان مش فرقه ال 97 بس اللي بتطلع، القطاع كله بيطلع اللاعبين وبيدوني لعيبه، علشان لما بنحتاج لعيبه من الاصغر. انا النهارده الجمال في الدوري عندي واللي انا مبسوط منه ان انا مش بلعب 97 وبس، عشان كده بقول ان انا بجهز حتى كمان عندي لعيبه 2001 في الملعب، عندي لعيبه 2000 في الملعب، عندي لعيبه 99 في الملعب، دي كلها اعمار اصغر من اللعيبه اللي بتنزل من ال
الفريق الاول في الفرق الاخرى تمام. كلهم بيبقوا 97 و98 ولكن انا لا ابالي الا اللاعب الكويس اللي احنا عايزين نطلعه للفريق الاول. فبقول فرقه ال 97 وفرقه الشباب تحت رايه الفريق الاول، ودي المشروع اللي كابتن الخطيب عمله السنه دي ان احنا نبقى خاصين مع الفريق الاول، احنا كيان واحد مع الفريق الاول. فالفريق الاول بيستخدمنا كما يشاء، وهو ده الهدف منه ان احنا نساعده في كل اوقاته وحتى في ضغط مبارياته حتى في تجهيز لاعبته. اي وقت الفريق الاول بيطلب مننا طلب احنا بنلبيه، لان هي دي شغله الفرقه اللي هي بتبقى تحت الفريق الاول. ده الهدف الاولاني منها ان هو يطلع له لعيبه وكمان يجهز له لعيبه وبالتنسيق مع الزواجه وبالتنسيق مع الكابتن. رائع، ده كله رائع. بس انا برضو عايز اشيد هنا بالكابتن حمده مرادي بقى، لانه كعادته كده اقتنصها وشاطها. مهما حضرتك تتكلم لا يمكن كنت هتشيد بنفسك ولا تقول ان انا بجهز لاعب فديته بدل ضربه الجزاء اثنين عشان اوقفه. انت قلت الجمله عريضه بس البعض ما ياخدش باله من المشهد ده، لكن الكابتن حمده ابو راضي حط ايده على الحته اللي تبرهن على كلامك كله كبرهان وكنتيجه. واللي انت صعب كمدير فني كبير واحد من ابناء النادي الاهلي الكبار مش هتقول اصل انا عملت كذا وكذا وكذا، لكن هي واضحه كده طبعا، واضح الدور اللي بتعملوه. بس يعني هل واضح اللي في تعاون من اللجنه الفنيه معاك ومعانا الكابتن حمده ابو راضي، ولا ده ما بيحصلش بتطلب منهم حاجات؟ وانا عارف ان انت عينك حلوه قوي يعني. لا لا اكيد. بص انا عايز اقول لك حاجه، عارف انا احب اهدي النفوس. لا بص انا هقول لك حاجه، الناس اللي شغاله في النادي الاهلي بكلمك بجد كلهم بيجيبوا كويس طبعا، بيجمعهم حاجه واحده. بيجمعهم حب النادي الاهلي، وده المختلف عن جميع الانديه. تمام. لما الحب بين الناس بيروح بكلمك بجد يعني، تلاقي الاداء سيء، فتلاقي كل الناس العابدين في النادي الاهلي كلهم بيشتغلوا للنادي الاهلي حب. ليه؟ لرد جميل النادي الاهلي علينا كلنا. كابتن حمده ابو راضي لعيب كبير ونجم كبير وكل لعيبه النادي الاهلي. ايوه يا كابتن، بيوفروا لك طلباتك؟ طبعا. ايوه يعني عايز اقول لك حاجه، كل اللاعبين اللي احنا بنجيبها وبنشوفها ما هم اللي بيبعتوها لنا، هم اللي بيدوروا عليها وهم اللي بينقبوا عليها. لكن انت برضه ممكن كده وانت ماشي تشوف حد تبلغهم كده كتيم يعني، تقول لهم في كذا. اكيد. بس انا عايز اقول لك حاجه، الناس بتوع اللجنه الفنيه دول لعيبه كانوا جامدين قوي طبعا، يعني فيهم علاء ميهوب. يعني علاء ميهوب ده من اللعيبه اللي هم عاوز اقول لك اللي قلما يتكرروا في الكوره في مصر. يعني لاعب علاء ميهوب كان لاعب الوقت الحاضر الماضي والمستقبل، يعني كان سابق فعلا، ده سابق في كل حاجه. فعلاء ميهوب برضه عينه كويسه، كابتن حمده ابو راضي، بقيه الناس اللي شغاله معاهم عينهم كويسه، وان شاء الله التعاون. ما انا قلت لك اللي هي ايه، احنا كلنا بنكمل بعض كله لرد جميل النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني اي واحد النادي الاهلي بيطلب منه انه يساعده انه يشتغل بيشتغل بحب. لما نادرا لو لقيت اي حاجه من غير حب تلاقيها مش ماشيه كويس، ولكن الحمد لله كله ماشي زي الفل. بيبعتوا الحمد لله كله ماشي بالحب وبالود وبالاحترافيه وبالاحترام. بالاحترافيه الاول، خلي بالك ان احنا نادي الاهلي نادي كبير، ما يمشيش بحب بس، بيمشي باحترافيه. يعني ما بعديش انا، ها ما بعديش اصلي. لا لا، بالاحترافيه الاول، ولكن الاحترافيه مع الاحترام طبعا. هو النادي الاهلي وضعه من اول من 1907 الى الان طبعا كلنا ماشيين بسيستم واحد، وان شاء الله كله هيبقى زي الفل. توفيق يا كابتن عادل، وانتوا كلكم بتأدوا اولاد النادي الاهلي، وطبعا وجودك في قطاع الناشئين مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله المشروع الكبير اللي بيقوده الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ولجنه الكوره واللجنه الفنيه والمدربين الكبار وابناء النادي الاهلي يؤتي ثماره في الفتره اللي جايه. اعتقد ده كلام مهم نعقب عليه قبل ما نرجع نتكلم في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طبعا انا بحييك على المداخله اللي عملتها معاه، لانها فارقه، هو تدلل على حاجات تكلم، لكن حضرتك سهلت القصه تماما عشان نوضح الامور. دي حقيقه، ده يعني انت لو كنت تابعت الماتش وضعي طبيعي، اي مدرب انا يعني تخيلي اي مدرب غير عادل عبد الرحمن في الموقف دوت، لان معظم المدربين بيشتغل لصفته الشخصيه قبل اي شيء تاني، مظبوط تهمه.
مظبوط. اي واحد مكان عادل عبد الرحمن كان ممكن مؤمن غير موفق فيها في ضربه الجزاء، مع ان الشوط الاولاني انتهى 0-0 تمام، وضربه الجزاء جت ومؤمن مجرد ان هو بيشوط انا قلت ان هو الكره هتتصد، اهي ضربه الجزاء الكره هتتصد وفعلا اتصدت. يمكن يعني اشوف حتى مؤمن فرحته بالهدف يعني ما يتقالش ان هو بيلعب تحت بالفرحه دي كلها، يعني ثقته في نفسه. انا تخيلت ان مؤمن مع بيلعب في الفريق الاول ماتش في الدوري في الدوري بالزبط. انما انا برضه هقول ان عادل عبد الرحمن هو يمكن السبب الرئيسي فيها، ان وضع طبيعي لو عادل بيفكر في نفسه ما كانش خلى مؤمن يضيع، لان الكوره اللي ضاعت ضربه الجزاء الاولى كانت بقى انا بقول لك ايه ان الكوره هتضيع، لان واضحه جدا جدا ان هو داخل يضيع. يعني انا مبسوط بقى ان من كلامك ده ان يبدو ان اللجنه الفنيه مش بتبص بره بس، ده كمان بصه جوه كويس، يعني بصه جوه كويس. كلامك معايا باين جدا ان انتوا متابعين بره وجوه، مش بتبصوا بره بس. دي حقيقه، ده يهمنا جوه قبل بره، لان جوه ده ابننا موجود تحت ايدينا، فلازم يبقى في متابعه مين اللعيب اللي ممكن يتواصل للدرجه الاولى ويبقى متواجد، فلان وفلان وفلان وفلان. فاحنا الناس بتوعنا اللي جوه حافظينهم الحمد لله تمام. ربنا بيقوينا على اللي بره بقى، هو دوت. لكن يبدو هي ضربات الجزاء اللي بتعيد الثقه وبتكتب التاريخ وبتنقل اللاعب من مرحله لمرحله، وده اللي توقفنا عنده لما قلت لي ضربه الجزاء ورحت بشوطها بهدوء، الدنيا بقت كويسه وقالوا لي بس انت عندك هدوء اعصاب تصلح تكون لعيب في الفريق الاول. الف مبروك، انت موجود في الفريق الاول بالظبط كده. ويمكن هم يعني حكموا على الشخصيه، يعني لعيب الكوره اصل لعيب النادي الاهلي مش مجرد موهبه، انه راجل حريف سواء بهيدرز كويس او شوتينج كويس او سرعه، لا الشخصيه مهمه، لانك انت بتعيش في مجتمع النادي الاهلي. لعيبه احنا كنا بنقعد في البيت اكتر ما بنقعد في النادي اكتر ما بنقعد في بيوتنا بالزبط. في الاعياد ما كناش بنعيد، كنا بنعيد مع بعض في افريقيا طبعا. هنا وضغوط يعني المباريات ومطلوب منك البطوله، فالشخصيه مهمه. لو الشخصيه ما تصلحش في مجموعه النادي الاهلي هيبقى الوضع مش سليم يعني بالزبط. فالحكم على الشخصيه والتعايش، لانك كون انك انت شخصيه يبقى عندك فكر يبقى عندك ابداع، فكرتك المدرب بيديك حاجه وانت عندك جانب ابداع تاني بتزود طبعًا. عليها هي طبعًا. دي الشخصيه. الابداع تواصل مع النادي الاهلي كم موسم؟ من موسم 81 لحد 88 88 89 كان ده اخر موسم ليا، كان مستر فايتس اللي موجود. كنت رايح فرنسا بعدها؟ ورحت فرنسا وقبل، يمكن لان ليه اخويا كان بيلعب في الاسماعيلي على فكره وهو قاعد في فرنسا لحد دلوقتي وهو اللي كان جايب لي العرض ورحت. وقبل ما اروح كان عبد الله علي حسن الله يرحمه رئيس نادي الاتحاد، يعني صداقه شخصيه. هو كان المستشار بتاع المهندس حسن ابو الفتوح رئيس نادي الزمالك في المهندسين، وقال لي تعالى تقعد معايا، وقعدت فعلا انا وهو والمهندس حسن ابو الفتوح، وقال لي تيجي الزمالك. قلت له بص انا مسافر فرنسا لاخويا وهلعب في فرنسا، لان انا خلاص انا ايه يعني شبعت كوره يعني مش عايز العب يعني. فقال لي لا انت طب روح اجازه، طب ادينا التليفون بتاع اخوك هناك وعشان يبقى في تواصل وعشان وفعلا اديتهم التليفون بتاعه، وكان بكلام بقى ايه تيجي. ففي الاخر قلت لهم لا يعني مش كان صعب بالنسبه لي يعني. بشياكه بس ما تحركش الناس، تقول لهم انا هبقى بره، لكن لقيت الناس متمسكين اضطريت تقول رد قاطع يا جماعه انا صعب العب لنادي الزمالك. بالظبط كده. ففعلا وكان حصل بقى الظروف ان انا الوقت كان وقت غير طبيعي، في كان في النادي الاهلي كان مجلس اداره كان استقال يعني حاجات من دي يعني امور اداريه، فعطلت الاستغناء فاضطريت ارجع. وانا في المطار جاي كان كابتن جمال عقاد قابلته، انت فين؟ انا كنت في فرنسا جاي وبتاع، ايه تيجي المقاولين؟ قلت له ماشي. ما ورحت نادي المقاولين.
فيمكن اول سنه اول موسم ليا في المقاولين ده كان كاس مصر ولعبنا بطوله افريقيا وكان اول كاس مصر برضو نادي المقاولين يعني كان وشي حلو عليهم الحمد لله يعني. وشك حلو عليهم ودايما وشك حلو طبعا على النادي الاهلي وشك حلو علينا برضو. لجنه فنيه بعض متابعي النادي الاهلي مش فاهمين اداء اللجنه الفنيه او ما يعرفوهاش تكوينها طبيعه عملكم بتعملوا ايه دوركم ايه في النادي الاهلي. هو بص يعني اللجنه الفنيه في اي نادي نجح في اوروبا في الدنيا هي اللجنه الفنيه دي هي الاساس الكوره فيها اساس سياسه الكوره واحتياجات الكوره هم دول الاساس. فيمكن اللجنه دي موجوده من زمان بس ما كانتش بالمسمى اللجنه الفنيه قبل مارتن يول ما كان موجود يمكن كان بيفعلها بقى مارتن يول بتفعيل جدي زيها زي اوروبا انما برضو ما حصلش ان هو كمل وجي المهندس محمود طاهر فعمل اللجنه الفنيه بالمسمى الحالي دلوقتي وبالخط اللي هو كان مارتن يول كان خط اوروبي فيها تفعيلها اوروبيا يعني زي ما تمام. كان وكابتن خطيب جه دعم فيها وابتدى يبقى في تواصل وتوجهات لان دي توجهات كابتن خطيب جه من نادي النصر 17 سنه لعب درجه اولى فهو عايز كابتن يبقى لعيب الدرجه الاولى في النادي يبقى 17 سنه 18 سنه مؤهل يعني معظم كل اللعيبه الموهوبين لعب 17 18 سنه لعب درجه اولى واساسي بالظبط فهو ده توجه كابتن الخطيب واحنا يمكن منفذين للتوجه دوت لان هو ده الصح. اهم اهدافكم كلجنه فنيه طبعا تدعيم الموضوع مش مقتصر على الفريق الاول فقط لا غير مقتصر على الفريق الاول بالنسبه للعناصر الموهوبه الشابه تحت السن لان هو دوت المستقبل. انا مش اروح اشتري لعيب عنده 30 سنه وعنده 28 سنه وهيلعب سنتين بالمبالغ الطائله اللي موجوده دلوقتي. احنا القطاع عندنا مليان برضه بنبتدي نفرز من البراعم على فكره من البراعم يعني احنا جايبين لعيب مواليد 2009 من الشرقيه لعيب حاجه جميله بس احنا الرؤيه بتاعتنا بتبقى مختلفه شويه عن المدربين. مدرب المرحله السنيه سواء 99 2000 شايف في دي 2000 بس. بيبقى شايف المرحله السنيه بالزبط. اللي هيأديها الموسم بتاعه بالزبط. احنا لما بنبص على اللعيب باصين لما هو يلعب درجه اولى بعد 10 سنين شايفه فوق شايف امكانياته لان انا بختار امكانيات ما امكانيات لاعب شخصيه لاعب انا بشوف الموهبه مع الشخصيه كل شيء ما هو يعني اسم اللجنه الفنيه التحليل والاحصاء يعني خد التحليل والاحصاء على شخص البعض شايف ان الامور دي عشان توفير فلوس نبص على الموهبه اللي تحت ولما تبقى الاثنين مع بعضها تبقى كويس يبقى انا اقدر اجيب فوق بشكل كويس وتحت عندي قوه ضاربه من قطاع الناشئين. هي طبعا هي نقطه مهمه في حته التكلفه برضو انما في حاجه تانية اللاعب لما بيجي لك تحت السن وبيتعايش معاك بيقدر يشرب اللي انت عايزه بيطلع بيكون شخصيته لان لعب الكوره في أندية يعني غير الأهلي يختلف مختلف تماما هل هو جانب فني فقط ولا عنده جانب استثماري؟ والله احنا الجانب الفني بيغلب على الجانب الاستثماري وإنما ساعات الجانب الاستثماري بيجي في بعض الأوقات بيغلب برضه عليه إنما ما بقاش هو الأساس وفقا للظرف ولو إني يعني ده رأيي الشخصي ان الكوره بقى جنبها كلمه الاستثمار بقى بتوازي الكوره لازم يبقى كوره صناعه وكوره استثمار طبعا طالما دخل صناعه يعني في استثمار يعني طبعًا. في كل دوت لازم يتماشوا مع بعض ما يجيش اقول انا ابعد الاستثمار واخلي الكوره لوحدها
ما ينفعش. واضحه ومفهومه ان النادي الاهلي والشخصيه والاداء يظهروا في شخصيه لاعبي النادي الاول والفريق لما بيكون عنده ضغط مباريات بيطلع من منفاق الصيف هيلاعب الوصل بيبص على نهائي افريقيا، مباراه الوصل بكره مباراه مهمه جدا واستعداد حقيقي زي ما قال مستر كارتلون للنهائي الافريقي، شايف مباراه الوصل بكره ازاي؟ هو طبعا هي اول شيء مباراه بين فريقين عرب اشقاء. نادي الوصل يعني نادي ليه اسم ليه تاريخ اسم كبير في الامارات، والنادي الاهلي نفس الحكايه. المنافسه ده وضع طبيعي جدا هتبقى موجوده في الملعب، بس هي يعني التمييز فيها ان يعني ما فيش العنف مش زي افريقيا. في طابع ودي هيبقى فيها شويه موجود، وانا اتمنى طبعا ان ده يكون اعداد وبروفه كويسه للنهائي افريقيا. مباراه هتكون جميله يعني من تخيلي طبعا مش متابع الدوري الاماراتي كويس يعني، انما واضح ان مستر كارتيرون هيستغل المباراه دي لتجهيز بعض العناصر او تحسبا لتغيير طريقه او طريقه اداء طريقه رقميه، يعني هيقدر يستغل الكلام ده كله فيها، خاصه ان المباراه موجوده في مصر وما فيهاش فيها لا سفر ولا ارهاق ولا الحاجات دي. انما برضو هرجع ويبقى طلبي للعيبه، لعيبه النادي الاهلي احنا بنصارع في بطولات كتير، يعني بطولة افريقيا، بطولة الدوري، بطولة كاس مصر، البطولة العربية، طبعا بننافس ومنافسة قوية في كل البطولات، يعني منافسة، انما برضو انا بدخلها في حتة صراع يعني صراع منافسة قوية منافسة قوية طبعا منافسة بالصراع القوي وانت واحنا النادي الاهلي، النادي الاهلي في اي مكان بيعمل جو للبطولة دي او المباراة حتى لو مباراة ودية. فانا طالب من لعيبة النادي الاهلي ان الاهتمام الزايد بالمباراه ما تبقاش مباراه وتخلص ويبقى عندي ما انا اقول انا عندي افريقيا افريقيا انا عندي دوري مباراتي دي وبعدها اقفل صفحتها وافتح صفحتها دي بطوله لازم احسمها لازم احسمها علشان هطلع منها عشان في حسم موقعه حسم ثانيه موجوده. فاتمنى طبعا التوفيق للعيبه النادي الاهلي وهم على قدر المسؤوليه. جماهير النادي الاهلي دول انا عن نفسي بحبهم جدا واللعيبه النادي الاهلي بيحبهم جدا، وهم وما يستاهلوش ان هم يزعلوا، لان احنا يعني دي حقيقه احنا كانت مشكلتنا الكبيره لو ادينا مباراه وكنا وحشين ولو النتيجه مش مرضيه للجماهير هي كانت مشكلتنا الجماهير مش مشكلتنا اي حاجه تانية. فانا اتمنى الناس تحط قدام عينيها كده جمهورها اللي بيبقى وراها في كل مكان. اكيد اللعيبه حاطه جمهورها لان طبعا واضح جدا تاثير جماهير الاهلي القوي جدا، لكن مباراه بكره مباراه مهمه زي ما حضرتك بتقول. مستر باتريس كاترون كمان بيقول دي خير استعداد، مباراه كويسه، وكمان انها على برج العرب، اعمل بروفه كويسه لان النهائي الافريقي ومباراه الترجي رات الذهاب يوم اثنين هتكون على ملعب برج العرب. يمكن الظروف خدمانا ان نفس المباراه بتتلعب على برج العرب والنهائي على برج العرب، واحنا برج العرب مش غريب عننا، موجود في بلدنا، يعني هنلعب فيه بطولتين، بطوله عربيه وبطوله افريقيا. ودايما برج العرب وشه خير على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحب يلعب في الملاعب اللي هو حاسس ان هي مساحتها كبيره، ما يحبش الملاعب المخنوقه، وتكون مباراه نستعد بيها كويس جدا، بس مش معنى ان انا استعد ان انا افرط فيها في نتائجها، برضو محسوبه على النادي الاهلي، دي بطوله عربيه واحنا بننتمي، احنا عرب بننتمي، هي بطوله قويه بصراحه وبطوله قويه وبعائد قوي كمان وعائد مادي قوي، وبرضو إثبات وجود لكل لاعب هيكون موجود في التشكيل، إثبات وجود ليك لحقية أنك أنت تلعب المباراة النهائية. فهي الفرصة بتيجي لينا وإحنا ساعات بنفرط فيها كلاعيبة يعني. وأكتر واحد
شاف الفرصة في حياته وحضرتك واستغلها الشكل الأفضل. الحمد لله. الحمد لله. شفت ازاي الأهلي في لقائين وفاق سطيف، لقاء استاد السلام الأهلي بيكسب 2 وبيضيع عدد من الفرص، لقاء الجزائر الأهلي بيبدأ بالتهديف بعدها بتخلص المباراة 2-1 لكن بيحقق المراد بالتأهل للمباراة النهائية. هو يمكن وفاق الصيف دي فرقة من الفرق العنيدة بالنسبة للنادي الأهلي، يمكن أنا كنت متواجد في مباراة 88 نفس الدور وهم أقصونا فيها بضربات الجزاء. الجزائريين عامة في الكورة في منافسة شديدة جدا جدا بينهم وبين مصر على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية. المباراة اللي كانت هنا احنا أدينا فيها كويس، النادي الأهلي أدى فيها كويس وطلع بنتيجة تعتبر مرضية يعني لشدة المنافس اللي قدامك طبعا. نتيجة مرضية جدا. المباراة اللي هناك أنا يمكن يوم المباراة دوت توقعت السيناريو اللي اتلعب فيه، هجوم ضاغط من أول دقيقة من وفاق الصيف لأن عندهم ملعب وعندهم جمهور طبعا. رهيب جدا حماس جداً شديد جدا وحماس. يمكن فرقة وفاق الصيف في المباراة اللي كانت هنا موجودة في مصر هم مش على المستوى الفني العالي، إنما في المباراة اللي هناك على ملعبهم الشحن الجماهيري. بس هنا برضه كابتن استغلوا غياب الجماهير ولعبوا ضغط متقدم على النادي الاهلي من اول دقيقه، وحبوا يضغطوا لما الملعب كان فاضي بدون جماهير، يعني حبوا يضغطوا في بدايه المباراه وحبوا يمسكوا لكن الاهلي مسك كورته. يمكن الاهداف المبكره خلت الامور لصالح النادي الاهلي. لا هي مش الاهداف يمكن الاهداف المبكره معاك انا فيها، انما هم فنيا يعني انا خط الدفاع هنا في فرقه وفاق الصيف تمركزهم في مصر هنا كان من أسوأ ما يكون من أسوأ ما يكون، فيمكن ده أثر على بقية على مستوى الفرقة كلها. بس كانوا هناك مختلفين يعني هناك صراحة. مختلفين وده اللي أنا كنت متوقعه ويمكن قلته في الإذاعة يومها الصبح. هجوم الضاغط من أول دقيقة يعني بكل شراسة، حماسة الجماهير حماسة الجمهور طبعا الجمهور موجود، هتلاقي موجود في قدام الفندق بتاع النادي الاهلي مزبوط. من ساعه ما وصل متعود وعارف وما بطلوش تشجيع لفرقهم في المباراه. زائد النقطه المهمه جدا الملعب الترتان احنا كما يعني كما النادي الاهلي مش ما لحقتوش انتوا الملاعب دي كانت لا ده الملاعب دي ملعب اللي هناك الترتان ده اتعدل، انت عارف احنا لعبنا فيه 8 سنه 88 ملعب الترتان دوت ترتان برضه كان ترتان كان الجزائر وليبيا البلاد العربيه الوحيده اللي عملت ملعبها كلها ترتان. كان الترتان القديم ده كان صعب قوي اللي هو بتاع حمامات السباحه السجاده بتاعت حمام السباحه ده كان سجاد ساعتها بقى هو ده احنا لعبنا عليه كنا كانك على التلج على الجليد يعني. فهم عدلوا الـ دلوقتي يعني بقى الجيل الخامس تقريبا اللي هو وقتها، انما احنا برضو مش يعني مش واخدين عليه لان في لعيبه بتلعب على الملعب دوت بحذاء مسطره ما بيلعبوش باسترزات بالظبط ده او الحبات الصغيره دي بتاعت الترتان احنا مش واخدين على الملعب دوت اثر معانا في التمركز وفي السرعه وفي تغيير الاتجاهات. هم طبعا متعودين عليه واخدين عليه ده ساعدهم ان هم يظهروا بمظهر اللي احنا شفناه، واثر علينا ان احنا ما قدرناش نجاري، انما فرق معانا الاثنين صفر اللي احنا كسبناهم هنا هم دول فرق معانا جدا، واللحظه اللي احرزوا فيهم الجولين احنا برضو وصلنا لحته ثقه وتراخي شويه تراخينا فيها. ويا ريت احنا لازم نتعلم كل لعيب ما يبقاش الموضوع يعني مقتصر على المدرب اقول لمستر باتريس انت لا اللعيب نفسه انا كلعيب لازم اطلع احاسب نفسي بعد المباراه انا ايه اللي عملته صح وايه اللي وحش اراجع نفسي وقبل المباراه لازم اعمل لنفسي سيناريو في المباراه هي دي النقطه ما اجيش انا اروح نازل وسايب زي ما ده اكيد كل السيناريوهات اكيد حاطينها للفريق الاول زي ما اللجنه الفنيه كده حاطه سيناريوهات مع قطاع الناشئين واضح جدا من الكلام وباصين بره وجوه في سيناريوهات للجنه الفنيه مع جهاز الفريق الاول ومستر باتريس كانتريون طبعا بيبقى في تواصل دوري على طول
يعني اما بيجي انت بتتفرج على ماتشات، احنا بنتابع الماتشات ممتاز ممتاز به، الدرجه الثالثه الدرجه الرابعه كله 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 تركيزنا حتى بيجي في الممتاز به والقسم الثالث والقسم الرابع على العناصر الصغيره اللي هي تحت السن بس لعيبه اساسيه في الفريق الاول لان كون ان هو صغير في السن وبيلعب في الفريق الاول يعني ده مميز بشيء معين. احنا يعني هي دي المهمه بتدور فيها. موضوع بيبقى شاق شويه لانك انت ما بتقدرش اللعيب تحكم على اللعيب مره واحده، اكتر من مره في متابعه مره واثنين وثلاثه، وفي لعيب يعني في لعيب تابعناه سنه وموجود موجود يعني متواجد مكانه ولا جبتوه النادي الاهلي؟ لا موجود في النادي الاهلي موجود الحمد لله. ساعات بتيجي بيبقى طلب طلبات مباشره مركز معين مركز معين او اسم معين محتاج ان يبقى فيه متابعه فيه من الفريق الاول انت احنا عامه لما بنلاقي اي حد مميز حتى لو اجنبي برضه بنقول لأن من بره ولا من جوه؟ اجنبي بره ولا اجنبي بره؟ بره وجوه بره وجوه بره وجوه احنا يعني الدولات العربيه بنبص عليها كويس امال ايه؟ لان كمان احنا اصل احنا ما نقدرش بنتعامل لوحدنا ان احنا بنتفرج انا لينا ناس كتير جدا طبعا. جدا جدا وكلها ايه كلهم ايه ناس بيحبوا النادي الاهلي مش شغل طبعا. فلوس طبعا. بيحبوا طبعا. النادي الاهلي لما بيشوف فلان تلاقيه بيبعت لك مقطع فيديو فيه او بيقول لك عليه انت بتشوفه بمعرفتك بطريقتك بتاع فأحيانا الجهاز الفني بيطلب حد او بيشاور على حد تكونوا انتوا متابعينه اساسا هنا بتلتقي بقى المصادفه بتحصل حصلت كتير كده حصلت حصلت كتير جدا كام عمليه منهم نجحت بدون ذكر اسماء يمكن بتاع ثلاثة دول خلاص كان الجهاز عايزهم وانتوا شايفينهم وقالوا لكم ده من سنتين يعني بيبقى التلقي ده بيوفر عليكم اكتر لما تكون الرغبه من هنا ومن هنا هو مش بيوفر هو بيسرح بيسرع الامور بيسرع الامور يعني ما خلاص اتحسمت يعني ما طالما في قبول او رغبه من الفريق الاول ما مش محتاج الفترة الجاية في قبول في كام لاعب من الفريق الأول متوافقين معاه؟ عدد بس لا والله لا يعني ما فيش حد معين وما فيش عدد معين إنما في يعني إحنا عينينا على ناس كتيرة ناس كتيرة يعني كويسة إنما برضو هرجع اقول لك ايه ان الاكتر النقطه اللي اتكلم فيها عادل عبد الرحمن ان هو التدعيم الصغير عشان الفريق الاول مش شرط السنه دي انا فاهم بس السنه اللي جايه انا عارف ان في بعض الاسئله ممكن اسالها مش هلاقي ليها اجابه انا متوقع ده بس في نفس الوقت المشاهد الكريم اللي بيبص يقول له يا عم ايهاب ما تساله على كده انا عايزين مش عارف نطمن عايزين ايه انا بس ايه بنفذ الرغبه دي لان انا كمشاهد هكون قاعد دلوقتي العكس هبقى شايف اللي قدامي مسؤول هبقى محتاج اشوف لكن واضح ان اجاباتك كلها مبشره جدا للجماهير واضح ان في سيستم واحترافيه ماشيه بشكل كويس واضح ان في تدعيم لقطاع ناشئين بشكل كويس واضح ان في تفاهم مع الجهاز الفني للفريق الاول فبالتالي كل ده هيبقى في ثمار ومصلحه فريق كوره اكيد طبعا اكيد واحنا كلنا بنشتغل علشان الفريق الاول حابب تقول حاجه لجماهير النادي الاهلي وبيتفرج عليك كده في موقع المسؤوليه في اللجنه الفنيه انا اولا انا بحبكم جدا 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 انتوا جماهير رائعه يعني انتم السبب في اسم النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي واسامي اللاعبين اللي من جيل السبعينات لحد دلوقتي الناس فاكراهم جمهور النادي الاهلي هو السبب فيهم هو اللي اشد بيهم وهو اللي عارفهم لحد دلوقتي اطمنهم ان هم ما ياخدوش الامور كلها بعصبيه خلينا احنا في الملعب بلاش نخرج بره الملعب النقد يبقى
معقول ما يبقاش في تجريح. هم متعودين دايما على الدعم والمساندة. طول عمرنا النادي الاهلي احنا واخدين على كده. يمكن هقول لكم نقطة مهمة جدا، احنا بنخاف على اشعاركم اكتر من اي حاجة تانية، وفرحة الدنيا بالنسبة لنا ان احنا لما جماهير النادي الاهلي بتبقى مبسوطة. طبعا احلى حاجه لما تكون جماهير النادي الاهلي مبسوطه. الوقت بيعدي مع حضرتك سريعا، او حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك؟ انا سعيد جدا بالحلقه دي، ويمكن عدت سريعه جدا سريعا. جدا واتمنى يا رب المره الجايه نكون واخدين البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، ونيجي نقعد ونهني بعض ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك كابتن حمدي برادي، كنت موجود معايا يعني في بيتك، واحنا ضيوف عندك زي ما قلت لك في بدايه الحلقه. تاريخ كبير جدا ومفارقات كبيره جدا لما بتحكي للاجيال وبتسمعها اكيد بتعدي بشكل كبير. رؤيتك الفنيه واضحه والرؤيه الفنيه للجنه الفنيه واضحه، وكل التوفيق ليكم وللنادي الاهلي. متشكر جدا ليك يا استاذ. شكرا يا كابتن. حلقه مهمه جدا ومميزه مع الكابتن حمدي برادي، اتكلمنا فيها في حاجات مهمه، في ذكريات وبدايات، وانا بشوف ده بيبقى مثل للاجيال اللي جايه. كمان اتكلمنا على اللجنه الفنيه، كلام بيبقى زي ما انتم شايفين بتوصل لكم المعنى اللي هم عايزين يوصلوه، لكن في بعض الامور صعب جدا الحديث فيها على الهواء، لك الامور بتبقى واصله وبتشوفوا الناس بتشتغل بجديه بشكل مميز عامل ازاي، وده الاهم في الفتره الجايه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام الوصل، استعدادا للبطوله طبعا الافريقيه. ان شاء الله النادي الاهلي يبارك له على البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. خليني سريعا اروح لزميلي